عشاني تعال 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 يا نما تعال تعال. ايش الحركات ذي؟ الفنان الكبير اسطورة، ايش الحركات علينا يعني ما تعلمنا؟ كيف والله انه كنت ناوي امس ما تعلمنا يا ادنا. اليوم تعبت تعب لا اعلم الا الله. ايش فيك؟ ايش فيك يعني؟ الساعة 8 حلو حلوين 8 الصبح 8 الصبح حلوين بعد طيب. ساعتين بالله إيه؟ طيب تراني معك هذا العلم. يوم جه الساعة 10 مدري 10 ونص وجي مدري طق مدري مدري طق الدراب عندي. اتوقع انها اتوقع انها انت عبد الروق اظن. ها شو؟ انت اظن عبد الروق كان يجهز. ما ادري مدري دق الدراب عندي دوب اصحى. اجي اتقلق ابغى انا في واحد حذفني يمين يسار يسار يمين ولت علي يمين يسار. النوم قعدت ليه عصر يعني من اليوم كله ما نمت لساعتين. وعليها للحين للاسف. يا ولد يا ولد لا لا فكنا منك. لا ما ابو في واحد احد ما في احد واضح والله ما هو بنا. هو عارف منه انت اكيد عارف منه. تسوي نفسك مجنون على راسي الحين الحين والله انك عارفه واني اعرف اسلوبك. جاك يا رنس نحاس. كنت حاسس حاسس. خلاص خلاص يا زاد تشرب قهوه قدامنا. والله اني والله لكنها راحت على دار. ما جبت الولعه؟ ثجة تون ولعه تون شيء بخرب الذية شويه. انا لو قاعد معكم كنت انا وين وضحكة المبسوط وين صدقوا ما عاد احبها. انا صرت في وضع ماني فاهمه وراح الغالي مرواح السنين اللي كانت في الفراق مساهمه. يا حبيبة قلب شاعر الحزين آه لو ظروفنا متراهمة كنت ناظر الفراق بنص عين لين داهمنا الفراق مداهمة. صحيح سلامتك. خذ بيت ذا. كنت ناظر الفراق بنص عين لين دهمني الفراق مداهمنا الفراق مداهمنا لين دهمنا الفراق مداهمنا. قلب شاعر الحزين لا ظروفنا متراهمة. اللي شالها من؟ كل ما قصيدة قام كل ما قلنا قصيدة ولا أبيات وخلصنا ولا شلة قام يديك كوكو 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 حلو جوش ايش تحن بيعنا؟ ناشف طيبة اي اي كاكل الظاهر آخر مكاكل لك. أقولك حاجة هذه مش بابي أقولك حاجة طبعا. أقولك حاجة حق بالدخنة هذه بتلقى دفع مدري عند أبواب الرمال بيقفل ما أدري إنها ضوء بعيد الرمال بيقفل. أبى أقولك من ريجي مرة كنت جالسين في جلسة سيف وأنا شب النار وأنا أجيب الحطب وأنا أحط الحطب في وسط النار وأنا أحط الحطب في وسط النار تركي الدوس يدق على من؟ على أبو عبد الله. أبو عبد الله كلم وبعيسى من اللي دق على أبو سلطان أنا عنده ذاك اليوم كان قال على ترك الدوسري. تدري إيش قال؟ عليها دفاع المدني حق الوسطى. تدري إيش قال؟ يقول لا الخطوط الجوية لا صادق المطار يقول ما عاد نقدر اسمع يقول ما عاد نقدر نجي من فوق القرية. لا لزق هذه ضوع تابة ضوع تابة شنو؟ شبضه يا مسلط تقضى فيك يا مسلط. اوه بص رجال يحتمل يحتمل حتى تسكك ترينر على خط السريع اضحك بعلمك انا اوه تضحك فيا يا هنا الفراق عند شباب ضو ما عليك زود كده دوب عيسى بعيسى بيظهر على هذا العين يا عيال تكفوا انا بسمع قصيد ذي قديمه ذي خبرتها شو بديتها لا 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 لا
حارس البستان دلها سقني لي ثلاث ايام. ابى اسمع قصيدتك. شو يقول سطول هاجري؟ يقول يا روح روحي خنجر اعتابك حديد ايد تميبها واللي اسهفت بين الضلوع ركيتها حكم الغلا خلاك تطعني وانا اللي مستفيد هديتك انت كل طعنه من يدك فديتها محبتك تجري بدمي من وريد لي وريد بين الضلوع العوج بخشتها وقلبي بيتها لينت القلب لغيرك ما يلينها الحديد ولديت العين لغيرك ما بعد لديتها وغنيت فيك النادرات الشاردات من القصيده اللي تثير الصمت في الجمهور لا غنيتها ونشرتها بشر مجله للقريب وللبعيد على غلاف المختلف كل قرا من شيتها عقد يليق بجيدك اللي هو عن كل جيد وشفها اللي هرجها معسول يخرب بيتها لقلت اريد وقالت امر قلت ما ادري وش اريد قالت علامك قلت انا بغيتها واخطيتها مره من المرات في ليل النسى نيسى جليد هزتني الذكرى سرتني وانا سريتها ما ادري بطل ما ادري خبل ما ادري ذكي ما ادري بليد مير المهم ان فلانة لا دعيتني جيتها وان شفتها عقب التعب والليل والبرد الشديد اقول اه يا ليت الليالي كلها يا ليتها مرت شقها على الشقي ولذت سعد على السعيد ولذ منها الجمره اللي بدي ضميتها اكبر عليه سلامتكم حارس البستان بالله اسقني لي ثلاث ايام على الخط الطويل لا 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 عجتيك من ابو عيسى الله اني اظهر العين حطك كتمت شوف الله لك العين تعكز كفو هذا ضو بعيد ضو بعيد كلها دخان كفو رجعك تسلم معك زود فينا حضر حضرة ابليس خيال البقوم البقوم كفو البقوم كفو بغيت اشكك انت خير في المشايخ وين ذل انت سلم بندق انت افجع الدال حلوة حلوة مبه حلوة يا سلوى بونس خربت وش غنى تبو ضوك الحين ها لا لا تكفى ها لا لا فكني منك وش فكني منك وش سويتها فكني منك وين سويتها فكني منك يا رجل اسمع انطفي ضوك فكني منك يا رجل اسمع لا تنفخ انطفي ضوك يا رجال ارجع عن شرك يا ابقى بروح اشب ضوك فكني من شرك راح كفو والله شب ضوك كفو راح شباب ضو والله لك كفو عليك زود طيب الحين ايش تسوي؟ شبيت ضوك وش تسوي؟ لا ما عليه تبون نتكي هنا ولا نروح هنا؟ دخل هناك جو هناك لا احنا بنخليها مكانها بنروح هنا لا 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 تبون هنا ولا هنا؟ لا هنا ما به ها؟ ما به رجع خلينا نروح هناك يلا اتكلنا على الله هذه هذه زين دقيقة دقيقة انا ذي عشان مثبتها فهمت؟ حط اكثر حط اكثر كذا عليها عليها هي هذا واحد من طويل العمر شل شل اسمع يلا يلا تكلمنا على الله هذا واحد من طويل العمر اقعد اقعد خلاص خلينا نشلنا انا قاعد جيب جيب الكرتوزه نزيد الحطب جيبي خلها عندك انا داري كان طول عمري فيك ما خطتني يا طيوفك تجنب عنك خايف يشكون في وفيك عدها تقول اعلان حربي تعال 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 تعال